قبل 18 سنة بدينا المشوار. وقتها كانت كل أفكارنا وأحلامنا مجموعة بشنطة حاملينها معنا وبندور على الفرص والمشاريع. هدفنا إنه نخلق مساحة للشباب الفلسطيني للتعبير عن أنفسهم. بس عرؤية هالقد كبيرة، مساحة الشنطة صارت صغيرة. وبال2003 صار عندنا مكتب. وهلأ بال2015 مؤسسة الرؤية الفلسطينية تحتضن 6 مجموعات مقدسية وعشرات المبادرات والحملات المهتمة بالأطفال والتعليم والمعرفة والريادة، وبتعزز قيم التجول والتطوع. أنتجنا 9 أفلام وقدهم دراسات وأبحاث، وصار عنا أكثر من موقع إلكتروني بالإضافة لتطبيقات مميزة. بس إحنا مش لحالنا، معنا 50 شريك ما بين مجالس ثقافية وبلدية وجمعيات ومؤسسات أهلية وحكومية، غير عن 11 ممول بيدعمونا. وين ممكن تلاقونا؟ بأكثر من 40 مدينة ومخيم وقرية في الضفة وقطاع غزة، وهناك ممكن تسمعوا أكثر من 13,000 قصة عنا. كل مستفيد ومستفيدة من مشاريعنا عنده حكاية يرويها عن الرؤية الفلسطينية.